معانا على التليفون دكتور محمد الباز الكاتب المعروف ورئيس مجلس إدارة الكاتب الكبير ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف وبكل مشاهديك. أهلا بيك يا دكتور باز. دكتور باز، كيف ترى ما حدث أمس وكيف ترى ما حدث من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة 129 يوم من الإبادة الجماعية، المجازر المستمرة، صمت المجتمع الدولي ومباركة أمريكية؟ أنا عايز بس يعني أكد لك أنه يعني أنا استمتعت بما قلته خلال الدقائق يعني الماضية اللي تابعت فيها هذا الطرح الحقيقة يعني الشجاع والجريء والواضح جدا، واللي بيترجم مش بس موقف الدولة المصرية من هذا الحدث، ولكن هو بيترجم كمان إحساس ومشاعر الشعب المصري كله تجاه ما يحدث في فلسطين. خليني أقول لحضرتك، إحنا حتى نقرأ ما حدث، إحنا قدام فرد دي ثلاث أشكال من الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الحدث. عندي الدبلوماسية الوظيفية اللي هي بتقوم بيها وزارة الخارجية من خلال بياناتها، وهي بيانات في النهاية منضبطة بإطار هذه الدبلوماسية الوظيفية. ثم عندي الدبلوماسية الرئاسية، والدبلوماسية الرئاسية زي ما حضرتك تعلم يعني هو أداء بيظهر في لحظات التحول الكبرى، سواء للدولة سواء للمنطقة اللي احنا موجودين فيها. ولذلك الدبلوماسية الرئاسية اشتغلت كتير جدا خلال العشر سنين اللي فاتوا، واشتغلت بشكل مكثف. وده إجابة على سؤال حضرتك، احنا عملنا ايه من اللحظة الأولى ل 7 أكتوبر اللي فات؟ مصر كانت الأكثر يقظة وتنبها وتيقظا ومعرفة بما ستسفر عنه هذه الأحداث. يعني من اللحظة الأولى بتجد أن مصر بتتكلم أو بتحذر من توسيع دائرة الصراع، صح؟ رقم واحد. رقم اثنين، مصر بتحذر، وهنا إيه، عبر الخطاب الرئاسي المباشر، بتحذر من أن ما يحدث ليس مجرد رد على ضربة 7 أكتوبر القاسية من حماس ضد إسرائيل، ليست ردا على مجرد وقعة، ولكن انت بتتكلم عن حرب انتقامية شرسة ستصل الى حرب إبادة. يعني الناس لو رجعت الخطاب السياسي المصري ستجد ان هذا قيل في الايام الاولى للاحداث، وما كانش حد متنبه للي بيجرى. فمصر من قالت ان هناك حرب إبادة كاملة ستحدث. ثم الانتباه الاكبر خطة إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية كلها من خلال تنفيذ سيناريو التهجير، اللي احنا الوقت يعني الصوت المصري يعلو محذرا وواضعا بشكل كبير جدا معاهدة السلام على المحك. المسؤول المصري النهاردة يعني بيقول انه مصر جاهزة بكل السيناريوهات. وكما تعلم حضرتك، هنا ده النوع الثالث من الدبلوماسية اللي هي الدبلوماسية الأجهزة السيادية، اللي هي في إيدها بتقدم معلومات ثم تستطيع أن يعني تكون دافع في قرار معين. صحيح. هذه الدبلوماسية النهاردة هي اللي صاغت هذا المصطلح إنه مصر جاهزة بكل السيناريوهات. يعني دلالة كل السيناريوهات، ناس تقول لك يعني مصر ممكن تدخل حرب. مصر ممكن تدخل حرب إذا مس ما تفعله إسرائيل سيادتها، ومس ما تفعله إسرائيل أمنها القومي بشكل واضح ومباشر. هذا الخط يا دكتور، أنا مش عايز أقطعك، لكن ما يمس السيادة أو يمس الأمن القومي متعلق بمحور صلاح الدين، ده الخط الأحمر اللي حطاه مصر، ده صحيح، محدش يقرب من هذا المحور. لا، هو هنا الأمن القومي وسيادتي مش بس على خط الحدود، لأنه في هذا المحور، محور صلاح الدين اللي مصر حطته خط احمر. هنا بقى يعني عندما وضعت مصر خط احمر في ليبيا كما تذكر حضرتك، يعني حتى كان من وجه له هذا الخط الاحمر عاقل ولم يقترب من الخط الاحمر اللي مصر عملته. طيب النهارده في اسرائيل انت تتحدث عن حكومه فاقده للرشد السياسي وفاقده ايضا لاي حس انساني. يعني انه انت قدام حكومه
كل ما تريد أو كل ما تسعى إليه هو تحقيق انتصار ينقذها من مصير يعني ربنا وحده أعلم أنه لو ما حققوش ما يقولون أنه انتصار كامل أو ما يلوح به نتنياهو أنه انتصار كامل. هذه الحكومة الفاقدة للرشد يمكن أن تدخلنا، لأنه خلي بالك في مناورة شديدة جدا بتحدث الآن في التحرك ناحية رفح الفلسطينية اللي هي جنوب غزة. المناورة دي أطرافها تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتتكلم إيه كما أشارت، اللي هو مفيش مانع تدخلوا وتعملوا عملية رفح بس أمن لنا المدنيين، اللي هو هذا الكلام لا يدخل على طفل صغير. صحيح. أنت تمنحه يعني إشارة وضوء أخضر لإبادة هؤلاء، أنت بتتكلم على 1.4 مليون فلسطيني موجودين في هذه المنطقة، فأنت بتديله كده إشارة أدخل وبيد هؤلاء كما أبدت الآخرين، لأنه ما فيش حاجة اسمها طب ادخل نفذ عمليتك بس والله يبقى حافظ لنا على المدنيين الخاطفين والمخطوفين كده. هذا النوع ده نوع من التواطؤ الواضح جدا. ولذلك أنا مثلا أنا عندما يقول أحدهم أنه العالم يتابع في صمت، لا، العالم لا يتابع في صمت، العالم يشجع يدعم إسرائيل بوسائل كثيرة جدا، وزي ما بقول لحضرتك هنا هذا التصريح يعني يطالبون بألا يقدم العالم السلاح الإسرائيلي. طب أليس الأدعى أن نسأل هو من يقدم هذا السلاح؟ الكل في الأساس. دي نقطة. النقطة الثانية أنه بعد ما أن قامت الدبلوماسية السيادية بتأثيرها المباشر اللي هو التلويح بأن لا يجب أن ينسى أحد ما جرى في اكتوبر، حضرتك كنت بتقول اللي عملها قبل كده يعملها تاني، ده رئيس الجمهوريه نفسه زمان قال الكلام ده، مع فارق الوضع وفارق التسليح وفارق الوعي كمان بالقضيه. احنا حاربناهم في 73 بسلاح صلحناه من مخازن الحرب العالميه الثانيه يعني. لكن انت هنا بتتكلم عن دوله عندها قدراتها وعندها امكانياتها ولن تتردد في لحظة إذا كان هناك مسألة. أنت بذلت كل الجهد بالمناسبة، وحد يقول لك طيب إذا كنت أنت هتحارب عشان ما تقوله عن سيادتك وما تقوله عن أمنك القومي، طب هو اللي كان بيحصل من 7 أكتوبر لحد دلوقتي ما كانش يستدعي أن مصر الدولة الكبيرة اللي يعني الشقيقة الكبرى أمرا واقعا يعني دون أن حتى طبعاً يتحدث به أحد أنه ما تدخلش الحرب؟ أنت كنت بتسعى من اللحظة الأولى للحيلولة دون تحويل هذه المنطقة إلى جحيم كامل. بذلت كل جهودك لإدخال مساعدات. صحيح. بذلت كل جهودك لعمل هدنة وألحيت في ده وبذلت مجهود كبير في ده لأنك لا تريد أن تدخل المنطقة في الناس مش بعض الناس مش قادرة تستوعب يا دكتور محمد أنه مصر لو دخلت جوه عملية عسكرية المنطقة تنفجر بالكامل. ناس متصورة أن الموضوع هيبقى بس عند خط الحدود، لا، احنا هنتكلم كده عمليا على تفجير الموقف في منطقة الشرق الأوسط بكامله بل ودول الجوار. دكتور أنا عايز أشوفك، ما تجيلنا، أنا تحت أمر. طيب تحت أمر. الأمر لله سبحانه وتعالى. العفو، عايزك تنورنا أرجوك. وخليني الأول أشكرك جدا 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 على المكالمة وتنورنا، يا ريت ونتكلم على هذا الموضوع بشكل أكثر اتساعا وبشكل أكثر تفصيلا. كل الشكر لدكتور محمد الباز كاتبنا المعروف والكبير ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.